ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعي وزوار مدونة جديد المواقع، في درس جديد وحصري على قناتنا. قبل التطرق أو الدخول في تفاصيل موضوع اليوم، أدعوكم للاشتراك في قناتنا بالضغط على زر صابوني، كما يمكنك تفعيل خيار الجرس للتوصل بجديد القناة. درسنا اليوم سنتحدث فيه عن المشاكل التي يشتكي منها أغلبكم ولا يعرف مصدرها في الغالب، لكن اليوم وبحول الله نشرح بعض النقاط حول هذا المشكل الذي يتمثل في قضية نفاد البطارية وثقل تصفح الهاتف، مع أننا لا نعمل بها في وقت النوم. مثلا عندما أردت النوم شاهدت أن نسبة الشحن البطارية في هاتفك هنا قد كانت 70% أو لا أعلم، لكن عند استيقاظك في اليوم التالي وجدت أن نسبة البطارية قد نقصت، يمكن أن تكون بنسبة لافتة بقيمة 10% أو 15%، أو يمكن أن تكون 3 4 5، لا يهمنا، المهم أنك أنت احترت في ذلك. لكن بحول الله كما قلت سأشرح هذا اليوم. يوجد العديد من الأشخاص عند لعب لعبة أو تصفح أي تطبيق ويريد الخروج منه يضغط على زر باور ويظن أنه خرج من التطبيق. كما تشاهد مثلا أريد أن الخروج من التطبيق بلاي ستور، أضغط على زر الباور، الزر هذا الذي يوجد في وسط الهاتف هكذا، وأظن أن نفسي أني قد خرجت من تطبيق اليوتيوب. لكن للأسف يا أخي أو أختي ليس كما تعتقد أنت. عند الضغط على زر باور فإنك تخرج بطريقة ثانوية من هذا الأخير، وسيبقى التطبيق مفتوحا في جهة داخلية ويعمل في خفاء بامتصاص البطارية. وماذا إن فتحت عدة تطبيقات وقفلتها بنفس الطريقة، أي عن طريق زر باور؟ فهنا يتم عمل مشكلتين، أولها نفاد البطارية وثانيا ثقل الجهاز. الجهاز أو الهاتف لا يستحمل فتح العديد من التطبيقات ويسمح لك بتصفحها في آن واحد، حاله مثل حال الحاسوب، لكن يخيل لك أن هاتفك يعاني من فيروس أو شيء ما ولا تعلم أن هناك من يعمل في خفائك. المهم لا أطيل عليكم، ننطلق في شرح 4 تطبيقات، اختر واحدا منها الذي يناسبك. كما يمكنك ترك تجربتك وحال هاتفك بعد استعمال هذه التطبيقات التي سنشرحها الآن في أسفل هذا الفيديو ليستفيد الغير منها. أولا التطبيق الأول يدعى جيرنيف، وهو تطبيق رائع للغاية ويجب أن يتوفر في أي هاتف. كما تشاهدون هنا واجهة ترحيب بك في التطبيق، كما عليك هو الضغط على سويفون. هنا اختيار إن كنت تتوفر في هاتفك على الروت أو لا، يمكنك اختيار أحد منهما. إن كنت تتوفر على الروت يمكنك الضغط هنا أو هنا، مثلا لا تتوفر على الروت وهذا ما يتوفر عليه الغالبية منكم. نضغط على سويفون، بعد ذلك نؤكد الاشتراك. كما تشاهدون هنا يقول لك يجب عليك السماح له بالدخول إلى السيرفر. كما تشاهدون سينقلك إلى الأكسبيليتي الخاصة بهاتفك، ومن ثم تعمل على التشغيل أو السماح له بالتشغيل. كما تشاهدون هنا نضغط على سويفون، بعدها ذلك نضغط سويفون، بعدها كل هذا نضغط على فينيش. كما تشاهدون هنا يوفر لك هذا التطبيق 3 اختيارات، أولها توقيف التطبيقات التي قلنا تعمل في الخفاء أو في سبات الهاتف التي تعمل على نفاد البطارية ومشاكل الرام أي ثقل الهاتف. أما الخيار الثاني يسمح لك بالاستمتاع، أو يقول لك استمتع بحرية
أو كمية البطارية كاملة. أما الخيار الثالث فإنه يسمح لك بالسماح لبعض التطبيقات بالعمل في الخفاء بطبيعة إن وافقت أنت. كيف يمكنك ذلك؟ كل ما عليك هو الضغط على زر هذا الخيار أو هذا الرمز، ومن هنا تختار التطبيق الذي أردت أن يعمل بشكل دائم. مثلا هذا التطبيق أريد أن يعمل، وهذا الخاص بالكلافي، وهكذا. مهم أنت اختار التطبيقات التي تناسبك. بعد ذلك اضغط على سويبون، ومن هنا تم السماح لها بالعمل. الآن ننتقل إلى التطبيق الثاني، وهو تطبيق كذلك روعة. يعمل على قياس السي بي يو والحفاظ عليه. يمكنك تفعيل هذا الخيار من هنا كما تشاهدون. هنا يعمل على حماية السي بي يو الخاص بك، كما يمكنك تعديله على خيار الواي فاي أو البلوتوث أو موبايل لوني إلى آخره من الخيارات، ليطفئها بشكل تلقائي عندما يعلم أنك أو عندما تقوم بإطفاء الهاتف عن طريق زر الإطفاء. أما في الخيار الثالث يسمح لك أيضا هو باختيار التطبيقات التي تريد أن تشتغل في الخفاء، وذلك بعلمك كما قلنا. يمكنك الضغط على هذا الرمز المسنن، ومن هنا سيعطيك مجموعة من التطبيقات أو التطبيقات التي موجودة في هاتفك. اختر التطبيق الذي تريد أن تسمح له هكذا، وسيعمل في الخفاء بأمرك بطبيعة الحال. ومن ثم الضغط على كونفيرمي. الآن ننتقل إلى التطبيق الثالث، والذي يدعى بيكسل فلتر. هذا التطبيق عمله نادر للغاية، وأؤكد لكم أن أغلبكم لا يعرفه. كما نعلم جميعا أن اللون الأسود يعمل على أو له نسبة امتصاص للكهرباء قليلة جدا، فهذا التطبيق يعمل على تقليل ضوء الشاشة من خلال زرع نقاط سوداء في هاتفك. كما تشاهدون هنا يمكنك اختيار النسبة التي تريد. كما تشاهدون هنا أصبحت الشاشة هكذا، أنت تختار النسبة التي تريد من النقاط كما تريد، أو يمكنك اختيار الكمية التي تريد بتعيين هذه النقاط كما تريد أنت. كما تشاهدون كما يسمح لك بتحديد الوقت الذي تريد لهذه النقاط. فهو أيضا تطبيق غاية في الروعة، وأنصح الجميع به. كما قلت أن النقاط السوداء تعمل على حفظ الطاقة، وهذا مؤكد علميا، مما دفعني إلى شرح هذا التطبيق أو طرحه عليكم. الآن ننتقل إلى التطبيق الرابع والأخير، والذي أستعمله شخصيا. هذا التطبيق يمكن أن يكون معروفا عند أغلبكم، ويدعى شات أبليكيشن، أي إغلاق التطبيقات. هو تطبيق سهل الاستخدام، لكن قد تواجهك بعض المشاكل عند تثبيته، أو بمرور الوقت يمكن أن لا تظهر لك بعض أحد الخانات، يمكن أن لا تظهر لك رمز هذا التطبيق في جانب الشاشة. كما تشاهدون هنا نحن قمنا بفتح 6 تطبيقات،
كما يقول لك هنا، وقد تم امتصاص 1% من قيمة البطارية. كما أن هذا التطبيق مثله مثل التطبيقات السابقة، يسمح لك باختيار التطبيقات التي تريد أن تعمل لك في الخفاء. كما تشاهدون أنا عملت على هذه التطبيقين، كل ما عليك هو إما الضغط على الشوت أو ستظهر لك أيقونة هذا التطبيق هنا كما تشاهدون هنا. اضغط، كل ما عليك هو الضغط عليها والضغط على تضغط في وسط الشاشة وسيتم إغلاق التطبيقات. إلى هنا انتهت حلقتنا، أستودعكم الله وفي أمان الله، وأرجو ألا تنسوا الاشتراك في قناتنا لدعمنا وتشجيعنا لتقديم المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.